نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اختصم في قريتنا شخصان واشتد بينهما النزاع، وقام أبناء كل واحد منهما مع أبيهم، وقد حاولنا الإصلاح بينهما ولم ينفع ذلك، واستمرت القضية بينهما في المحكمة، ثم جرت بينهما مشادة وإطلاق للنار من أحدهما، فهل يجب على بقية أهل القرية أن يقاتلوا المعتدي ولو كان هناك محاكم شرعية؟ لا لا، القتال من صلاحيات الإمام، ما يجوز للقبائل أن تتقاتل، أو أبناء الرجلين يتقاتلون أو القرية، لا، هذا من صلاحيات الإمام، قتال من صلاحيات الإمام، سواء قال كان قتالا للكفار أو قتالا للبغاة. نعم.